انت قلت لي انه عشان جايب مجموعه من اللاعبين الجدد فهو بيلعب ب 4-3-3 عشان يلاعب باقي اللاعبين. تمام. طب لو انا بلعب بطريقه جديده عشان خاطر اللاعبين دول والطريقه دي اثرت على النتائج، فانا يبقى اللعيبه او مشاركتهم اولويه بالنسبه لي قبل النتائج؟ لا طبعا، ممكن هو وضع طبيعي غير. صح طبعا. وهل ده عمله فريرة؟ ما هو بص، الكلام انه اصل المشكله فين؟ ما انت كنت بتكسب ب 3-4-3 ومتالق وعامل اداء رائع. ما انا وانت وحسن احنا بره المطبخ. احنا ما نعرفش اللي بيدور هناك. اللي عايش مع لعيبته هو ادرى واحد بالمجموعه دي، هو اللي شايف، هو اللي قادر يتحكم هيلعب النهارده ايه 3-4-3 هيلعب 4-4-2. بقى طول اللعبه بتتغير، واكيد هو بقى عنده طول المباراه بدل السيناريو 2 و3. صحيح. فاكيد هيقدر يشتغل باللعيبه، وهو عنده الامكانيات وعنده السكواد اللي يقدر يغير في التشكيل ويقدر يغير في طرق اللعب كمان. فانا بقول لك احنا من بره احنا بنتكلم، احنا مش شايفين حاجه. انما هو اكتر واحد عايش مع الفرقه، عارف مين المناسب دلوقتي، مين اللي يقدر يشتغل، مين اللي ينفذ للطريقه. طب دي طب انا عايز اقول كلمه فضلك. على فكره لما الناس كلها قعدت تقول له دونجا وجي في المؤتمر اتكلم، دونجا بقى اساسي مع ان رؤى الفتره اللي فاتت احسن منه. انا دلوقتي انا بقول رؤى احسن من دونجا في الفتره دي، لان دونجا مش واقف على رجليه، لان الجري بتاعه قل جدا من بعد الاصابه، ما عملش تاهيل كويس، حاسس ان الجري بتاعه ما بقاش كويس، بقى القطع بتاعه ما بقاش كويس. عبد الله فريرا بقاله فتره بقى يسمع الناس بتقول ايه وبدا يغير تغيير طريقه اللعب بتاعته ديت بسبب الناس بدات تتكلم. الكثافه العدديه ما بقتش في ال 18. ما كسب برضه 4-3-3. ما كان ما كسب الاسماعيلي. كسب الاسماعيلي. تمام. ما كسب الاسماعيلي 4-3-3. وبدا بدايه الموسم كمان. يعني بدايه الموسم ما كان شغال 4-3-3. انت هتخلينا كده ندبح الاسماعيلي يعني. لا 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 خالص لا يعني ليه ما لا ندبح الاسماعيلي يعني معلش يعني. طيب نادي الزمالك ما يكسبش اسوان؟ المفروض يكسب. ما يكسبش. بص اقول لك على حاجه، ما يكسبش عامه، يكسب كل الفرق واقعيا وعلى الورق. ما يكسبش الداخليه. لا هو طبيعي الزمالك طبيعي افضل من كل الفرق. بالظبط. احسن من الداخليه واحسن من اسوان. بس هو مين الافضل؟ وبتبقى حاله مباراه وحاله لعيبه. النهارده انا اديه اوف بتاعي بالك، وليه ما نقولش ان اسوان كان ليهم الافضليه وان لعيبه اسوان في حالتها وهم يستحقوا الماتش فعلا. ما احنا لازم زي ما انت. لا احنا مش بنقلل من اسوان. لا مش تقليل. لا 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 نادي اسوان نادي كبير ونادي محترم. بس انا بتكلم. لا هو كابتن حسن بيتكلم من نقطه يا كابتن عبد الله، هي نقطه منطقيه. هو بيقول لك على الورق مين افضل، زمالك ولا اسوان؟ انا بكلمك انت قلت حاجه مهمه انه الحاله بقى كواقعي. واحنا قاعدين بره وفي الشارع وقبل المباراه طبعا الزمالك يكسب. الزمالك هيكسب. طيب الحاله بقى ايه اللي خلى اسوان او النهارده الاتحاد او اي فرقه بتواجه الزمالك يبقوا افضل من حاله الزمالك؟ بص يا كريم هقول لك على حاجه. ممكن يعني احنا كمن مكاننا واشتغلنا كمدربين وبرده رحنا رحله اسوان دي، ممكن حسن راحها. حتى وانا قبل المباراه كنت بتكلم مع ناس اصحابي وانا قاعد بقول لهم بالنسبه اللي رايح ماتش بتاع اسوان ده لازم يبقى فيه سيطره على اللعيبه. اسوان بلد كويسه، سفريه كويسه زيها زي الجونه سي مثلا. يعني احنا كمدربين او لعيبه ما كنا نتمنى ان الجونه مثلا تفضل على طول في الدوري الممتاز. سفريه كويسه. اسوان نفس الحل. فمعظم اللعيبه بتاخد السفريه دي بتبقى رحله. فلو انت مش مسيطر على لعيبتك من قبل المباراه بثلاث اربع ايام وانت عارف ان الثلاث نقط دول اهم من اي مباراه، هتشوف اللي انت اللي حصل فيك ده. يعني تتوقع ان في مباراه اسوان كان اللعيبه مش مركزه؟ مش يعني مش دول نادي الزمالك ده. مش ده التركيز اللي يوصلك ان انت عايز 3 بونت او بونت حتى. طيب. لا بالعكس.